الإطار يفتح الباب لجميع المكونات للمشاركة في الحكومة المقبلة، فهل ترى النور بعد إجازة عيد الأضحى؟ وسط انتقادات واسعة، بايدن وسيطا سعوديا للتطبيع مع إسرائيل، راكضا إلى تل أبيب قادما من المملكة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة. يؤكد مراقبون أن الساحة السياسية تبدو أنها قابلة لكل الاحتمالات بعد ما صار الشارع رهن التصعيد المستمر عبر التغريد والتنديد والتحشيد والتهديد والوعيد. كل شيء ممكن على الساحة السياسية وعلى مصلحة البلاد والعباد. ما يجري هذه الأيام وما نسمع أو نقرأ وما نخشى أو نتوقع، فإن الكرة أمست في ملعب الإطار التنسيقي شاء من شاء وأبى من أبى، فلا عذر ولا اعتذار ولا مبرر يقبل من قادة الإطار، وعليهم أن يجيدوا التحرك بكل ما يستطيعون من قدرة بلا تردد أو تأخير أو مجاملة على مصلحة الوطن والمواطن. الواجب الأول أمام الإطار هو حسم موضوع رئاسة الجمهورية مع الأكراد، وفي حال عدم اتفاق الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي على مرشح مقبول ينبغي على الإطار التصويت لمرشح الاتحاد الوطني باعتباره الحليف والمستحق. إلى الجانب الآخر، تستمر محاولات واشنطن الرامية إلى جر العراق صوب التخندقات الدولية، الرامية إلى تبنيه سياسة المحاور والوقوف مع كفتها ضد الدول التي رفضت الاصطفاف بجانب المشروع الأمريكي، حيث تستغل الولايات المتحدة الضعف الذي تمر به الحكومة العراقية اللي تحاول أن تميل عن نهج الحكومات السابقة اللي أكدت مسك العصا من المنتصف فيما يخص الصراعات الدولية القائمة. وفي الوقت نفسه سبق للعراق أن أعلن موقفه بصراحة عن ذلك. إذن مشاهدينا، في حصادنا لهذا اليوم راح نناقش هذه الملفات وتداعياتها مع ضيوفنا الكرام. تفضلوا بقى ويانا ومتابعتنا. حياكم الله مجددا. أزاح الإطار التنسيقي وحلفائه اللثام عن خارطة الطريق للمرحلة السياسية، يطمح هذا التكتل أن تمتد لأربع سنوات مقبلة، يكون قوامها الرئيسي هو حفظ التوازنات بين المكونات السياسية الممثلة للنسيج العراقي. خلونا نفتح وياكم مشاهدينا الأحبة هذا الملف، لكن بعد أن نشاهد تقرير الزميل نهى الشمري. مرحلة شائكة تنتظر الحكومة المقبلة بحسب ما يراه المراقبون للعملية السياسية، والتحديات لا تغيب عن ساحتها لطالما هناك معارضين لشكل حكومة الخدمات التوافقية، والإطار التنسيقي ما زال يتصدى بتوحيد الرؤى للمعوقات المتوقعة مستقبلا. من أهم التحديات التي تواجه أغلبية الإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة العراقية هي نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى هي حقيقة انتخاب رئيس الجمهورية باعتبار ما عجزت عنه القوى السياسية تحديدا التحالف الثلاثي. انا اعتقد هذه اهم المعوقات التي سوف تواجه حقيقه الاطار التنسيقي لتشكيل حكومته القادمه. فبعد عيد الاضحى تخرج الحكومه المرتقبه من شرنقه الانسداد الحالي الذي ضيق الخناق على العمليه السياسيه بالخلافات التي توالت عليها في المده المنصرمه امتدادا الى هذه اللحظه. لكن ما يستبشر خيرا به بحسب اقوال المتابعين ان الانتظار سيجنى ثمره في الايام المقبله. أنا أعتقد لا توجد تحديات بمعنى التحديات، باعتبار أنه إحنا تحدثنا عن حكومة توافقية يشترك فيها جميع الأخوة من الفرقاء السياسيين. التحدي الوحيد كان هو التيار الصدري. الآن التيار الصدري هو خارج العملية السياسية، لكن إثبات الشيء لا ينفي معناه أنه خارج العملية السياسية ومو معناه خارج العملية المجتمعية. ممكن أن يضغط من الجانب المجتمعي على الحكومة إذا كان هناك رئيس وزراء مستفز للتيار الصدري. أما الفرقاء السياسيين ما زالوا في دائرة المباحثات والنقاشات التي وصفت بالمثمرة من أجل عبور هذه المرحلة الموسومة بالتحديات والمصاعب،
من أجل التقارب المطلوب، خاصة وأن رئاسة الجمهورية التي تعد هي الشراع الآخر لتشكيل الحكومة ما زالت معلقة رهينة الخلافات الكردية. نهى الشمري، الأيام الفضائية. مجددا حياكم الله مشاهدي الاحباء بهذا الملف، ارحب بضيفي الكريم الاستاذ نسيم عبد الله السياسي المستقل، حياك الله استاذ نسيم ضيفا كريما، وكذلك سينضم معي عبر سكاي ضيفا كريما من كربلاء. استاذ نسيم، بدايه كيف تنظر الى مسلسل الحوارات اللي تبناها الاطار التنسيقي مع القوى السياسيه الاخرى، واليوم ايضا مخرجات جديده حول بعض الحوارات اللي جرت داخل الاطار؟ نعم، في البدايه تحيه لحضرتك استاذ احمد، وتحيه لضيفك الكريم، وتحيه لمشاهدي قناتك. اهلا وسهلا بحضرتك. أعتقد مسألة الحوارات هي بدأت من بعد أداء اليمين الدستوري للأخوة النواب الجدد، وحسب ما يعني ما فهمنا على أن هنالك يعني حوار وصل إلى مراحل متقدمة في مسألة اختيار رئيس الوزراء وحتى الكابينة الوزارية. لكن تعرف اليوم حضرتك يعني الآليات الدستورية تحتم على الكتل السياسية في البدء اختيار شخص رئيس الجمهورية. بالنتيجة الموضوع يعني ما يخص فقط المكون الشيعي، الأخوة الكرد لحد الآن لم يتفقوا على شخص رئيس الجمهورية، وبالتالي اختيار شخص رئيس الجمهورية هو بداية الحل. من حيث المبدأ الإطار اتفق على أو هنالك خطوط عريضة على شخص رئيس الوزراء المرحلة القادمة وحتى الوزارات. طيب. تم يعني تقسيمها فيما بين مكونات الإطار التنسيقي. بالنتيجة مسألة الحوار سائدة فيما بين مكونات الإطار، وحتى يعني حتى طبيعة العلاقات ما بين الكتل الأخرى والمكونات الأخرى أعتقد هي تمر بمرحلة إيجابية، وهذا أعتقد يعني ما شاهدناه في الفترات السابقة. تعرف حضرتك اليوم احنا ما نريد نتكلم عن فترة الأخوة يعني لما كانوا في داخل العملية السياسية، لا، احنا نتكلم اليوم بالمرحلة اللي سادت اليوم. هناك اتفاق مع بقية المكونات على أنه يجب أن نشكل حكومة باعتبار أن هناك الكثير من التحديات اللي يواجهها، ونعتقد خلال الأيام القادمة هي مسألة سوف تحسم الكثير من الملفات، ومتوقع بأن تكون خلال الفترة القريبة إنهاء ملف يعني اختيار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والكابينة الوزارية. طيب، أرحب بضيفي الكريم دكتور مجاشع التميمي المحلل السياسي، حياك الله دكتور مجاشع. الأستاذ نسيم يتحدث عن عقدة رئاسة الجمهورية، ولكن بعض الساسة الكرد أيضا يلقون باللائمة على الإطار بأنه اتخذ من عقدة رئاسة الجمهورية ذريعة لتأخير تشكيل الحكومة، إلى أي مدى تتفق مع هكذا طرح؟ نعم، شكرا جزيلا للأستاذ أحمد، وتحية لكم ولضيفكم الدكتور نسيم، وإلى جمهوركم، وكل عام وأنتم بخير. يعني أنا أتوقع أن المشكلة الأساسية هي المشكلة داخل البيت الشيعي، يعني معروف جدا أنه الأزمة داخل البيت الكردي يعني منذ عام 2018 واضح أنه يعني لم يتفقوا، وهناك يعني أسباب كثيرة، ربما يعني الجميع يعلم أنه حتى القضية الكردية هي قضية مرتبطة بملفات وبفواعل خارجية. أنا لا أتوقع أن الكرد سيتفقون فيما بينهم. هذه المرة السيد مسعود برزان والحزب الديمقراطي الكردستاني مصمم على أنه يعني يحصل على منصب رئيس الوزراء رئيس الجمهوريه. طيب. وربما هناك واحده من الضغوط التي تمارس الان على الاطار التنسيقي من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني هي موضوع واحده من هذه النقاط هي قضيه الورقه الكرديه، لان ذهاب
يعني الكرد مختلفين فيما بينهم إلى بغداد وانتخاب رئيس الجمهورية، فمن الطبيعي أن يفوز مرشح اليكتي باعتبار اليكتي هو الحليف للإطار التنسيق، والإطار التنسيق الآن أصبح الكتلة الأكبر داخل البرلمان. طيب. فالقضية قضية أنا أتوقع أنه قضية الكردية أو مرشح الأكراد وتوافقهم على شخصية واحدة مستبعد، وأنا أتوقع أنها ستكون واحدة من يعني الأوراق التي تضغط بها يعني القوى الكردية على الإطار التنسيقي. الإطار التنسيقي كان حليفا الاتحاد الوطني، نعم، لليكتي، واليكتي الآن يريد أن يعني يحصل على هذا نتائج هذا الاتفاق. دعم اليكتي دعم كثيرا الإطار التنسيقي في أيام وجود التيار الصدري، والآن يعني من الطبيعي أن اليكتي أن يحصل على هذا الدعم، لكن بالمقابل يجب إرضاء السيد مسعود بارزاني، لأن يعني حكومة بلا السيد مسعود بارزاني، وربما السيد مسعود بارزاني الآن يتم الإرضاء الديمقراطي عن طريق الوزارات أم عن طريق رئاسة الجمهورية؟ يعني هو دائما شوف بالنسبة لليكتي يعتقدون أنه أهم بقائهم أمشي يعني بقائهم على يعني الطاولة المستديرة للزعامات الكبار هو منصب رئيس الجمهورية. دائما الوزراء في الحكومات الاتحادية للأسف الشديد يعني دائما تنتهي المدة ولا نعرف يعني حقيقة، باستثناء ربما وزير الخارجية يكون معروف بسبب نشاطاته الخارجية، لكن الوزراء غير مهمين. لهذا يعني الاتحاد الوطني الكردستاني مصمم على بقاء منصب رئيس الجمهورية لديه، لأنه يعتقد أنه بزوال منصب رئيس الجمهورية من اليكتي نعم. سيكون هناك يعني اضمحلال وانتهاء للحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وبالتأكيد أنها بالنتائج الأخيرة تبين أنه هناك تراجع كبير في شعبية الاتحاد الوطني الكردستاني. يعني غياب منصب رئيس الجمهورية ربما سيؤزم الأكثر الأزمة على الحزب اليكتي، وأنا هنا أتوقع أنه ربما المفاوضات ستطول أكثر وأكثر، لكن بالنتيجة إذا لم يتفقوا سيأتون إلى قبة البرلمان وسيتم الحسم هذا الموضوع، وأنا أتوقع أنه الاتحاد الوطني سيكسب هذه الجولة. لكن أنا أتوقع بنفس الوقت أيضا أن السيد مسعود بارزاني هذه المرة سوف لن يذهب إلى بغداد بمرشحين، وأنا أتوقع يعني إن تم إقناع السيد مسعود بارزاني بالتخلي عن منصب رئيس الجمهورية، فإن يعني إرضاء السيد مسعود بارزاني سيكون إرضاء يعني كبيرا، وسيدفع ثمنه الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني. طيب. لأن تشكيل حكومة بدون يعني أربيل فهذه يعني حكومة ستكون يعني هشة وغير قوية. طيب، وفقا ما تفضل به الدكتور مجاشع التميمي أستاذ نسيم، يعني أيضا هنالك نية لحسم مرشح رئاسة الوزراء وتكليفه خلال الحراك الذي يجري خلال هذه الأيام، إجازة العيد وما بعد العيد سيكون هنالك ما يرشح إلى الواجهة الإعلامية. كيف تنظر إلى مرشحي رئاسة الوزراء في الفترة المقبلة القصيرة؟ بحكم الظروف اللي مرينا فيها في الفترة السابقة بعد المظاهرات، أعتقد فرضت اليوم واقع آخر. اليوم حقيقة كل قادة الإطار يعني لديهم، مو فقط اليوم قادة الإطار، حتى جمهور الإطار لديه قناعة على أنه يجب أن ننتقل من مرحلة تعرف حضرتك اليوم إحنا عندنا قيادات الخط الأول، عندنا قيادات الخط، ما نريد نقول نسميها الخط الثاني، بس الشباب من قادة الإطار. أعتقد اليوم هنالك رؤية على أنه يجب أن ننتقل إلى مرحلة أخرى، يعني مو بالضرورة أن فقط نبقى على هذا الصف من الطبقة السياسية. أعتقد اليوم يعني حتى القناعة اللي توفرت لدى الإطار على أنه يجب أن ننتقل إلى مرحلة أخرى، يجب أن نغير الوجوه. هذه الحكومة هي مختلفة عن الحكومات السابقة حسب المتوقع. قبل قليل قلت لحضرتك التظاهرات فرضت واقع آخر على الطبقة السياسية، وبالتالي نعتقد بأنها سوف تكون حكومة مختلفة عن سابقاتها. هنالك توجه عام لدى الإطار على أنه هذه هي حكومة حقيقة، هي فرصة على أن يصحح الإطار مساره في الفترة السابقة. احنا ما نريد نقول هي مرحلة فشل، لكن مرحلة إخفاق، وهذه المرحلة هذا الإخفاق بصراحة لا يحمل فقط الإطار، كل الطبقة السياسية بكل اللي موجودين حقيقة، لكن باعتبار أن الإطار دائما ما خلينا نقول يعني دولة القانون هي رئاسة الوزراء لها، بالنتيجة تحملوا كل هذا الإخفاق. المتوقع سوف تكون حكومة هي مختلفة عن سابقاتها،
وهنالك توجه عام على أنه تكون حكومة خدمة للمواطن، وأعتقد هذا النفس السائد. من حيث المبدأ نعتقد هنالك اتفاق، متوقع أنها تكون حكومة خدمة للمواطن، ولكن هذا يعتمد على برنامج حكومي. التشكيلة الحكومية كما يراها الدكتور مجاشع بأنه ستعطي كفة دون كفة أخرى، إرضاءات، وأيضا هذه الإرضاءات مبنية على إملاءات. كيف تنظر إلى التحديات التي يواجهها الإطار في المرحلة المقبلة؟ أستاذ أحمد، بصراحة يعني حكومة بدون برلمان ما أعتقد راح تسير باتجاه الصح. إحنا يعني في فترة سابقة كان السيد المالكي عنده 100 مقعد ككتلة، بالنتيجة إرادة الكتل السياسية الأخرى عرقلت اتجاهها، وإحنا يمكن شفت قانون البنى التحتية اللي مجلس النواب منع هذا القانون، وبالنتيجة ما توفق السيد المالكي. إذا توفرت إرادة حقيقية اليوم، إحنا حجم الصراع اللي داخل مجلس النواب والصراع فيما بين الكتل السياسية حقيقة يعني دفع ثمن المواطن، كان الأحرى بالكتل السياسية في تلك الفترة هو دعم رئاسة الوزراء، لكن اليوم الكتل السياسية مع الأسف كل الكتل السياسية عينها على رئاسة الوزراء، وبالتالي ما تتقبل لأي شخص أو رئيس وزراء أن ينجح. هذا التلكؤ وهذا أعطى قناعة على أنه هذه الحالة الفشل تحملوها الطبقة السياسية ككل، وظهرت وبرزت بشكل تظاهرات في الفترة السابقة. نعتقد اليوم كل الطبقة السياسية هي في مركب واحد. اليوم حجم المعارضة كبير بحكم وجود الأخوة في التيار الصدري، صلاة الجمعة، تظاهرات تشرين لحد الآن، مواقع التواصل الاجتماعي، بالنتيجة هنالك تحديات كبيرة ومعارضة شعبية كبيرة. أعتقد هذه أعطت للحكومة القادمة يعني مهمة راح تكون صعبة. بالنتيجة احنا كمواطنين حقيقة راح يجني ثمارها المواطن البسيط، باعتبار احنا كل الفترات السابقة كان الكل مشترك في الحكومة وكل مستاء من الحكومة. اليوم لا، أعتقد هنالك أحزاب داعمة لرئيس الوزراء، وهنالك معارضة شعبية في الشارع اللي هي راح تتمثل بالأخوة في التيار الصدر، ومعارضة اللي هي خلينا نقول تشرين والإرادة الشعبية. هذا أعتقد راح تكون هي حكومة تختلف عن الحكومات السابقة، وأعتقد اليوم القناعة اللي تولدت لدى الطبقة السياسية على أنه يجب أن نغير وأن نصحح المسار، باعتبار ما أريد أقول هي فرصة أخيرة، بس هي فرصة على الإطار أن يحاول أن يصحح مساره في الفترة السابقة، وإلا حقيقة إذا بقينا على ما هو عليه ما أعتقد الأمور راح تسير بالاتجاه الصح، وأعتقد الإطار التنسيقي فهم هذه الرسالة الآن. طيب، هذه الرسالة لما تكون مفهومة وأن هناك برنامج حكوميا يؤدي إلى حكومة خدمات، دكتور مجاشع، نرى بأنه هذه المناصب أيضا بحاجة إلى الدراسة. منصب لائق الأهمية وهو منصب نائب رئيس مجلس النواب، يعني الكتل السياسية عندما تنظر إلى رئاسة الوزراء فبعض الكتل تنظر إلى هذا المنصب. برأيك من الكتل التي ستتسابق للحصول والفوز بهذا المنصب؟ شوف أستاذ أحمد، يعني كل الكلام اللي تحدث به الدكتور نسيم كلام يعني منطقي جدا، وهو يعني نية كل الجميع أن تكون هناك فرصة والقوى السياسية تصحح يعني من الأخطاء. لكن إحنا إذا رجعنا إلى، لا نعود إلى عام 2006 و2010 و2014، نعود إلى عام 2018. نعم. شخصيات لا نريد أن نذكرها بالاسم تحدثوا، قالوا هذه هي الفرصة الأخيرة، وعلى القوى السياسية أن يعني تمنح السيد رئيس الوزراء في حينها السيد عادل عبد المهدي فرصة لتصحيح وإجراء إصلاحات. لكن للأسف الشديد إحنا هذه صارت يعني معروفة لدى العملية السياسية بالعراق، تشكيل الحكومة قبلها يدعم رئيس الوزراء بمن فيهم السيد الكاظمي من جميع القوى السياسية، وهنا أتحدث عن القوى السياسية الشيعية باعتبار هذا المنصب هو المكون الشيعي. لكن بعد شهرين أو ثلاثة نشاهد أنه هذه الأطراف بدأت تنقلب، يعني جزء من هذه الأطراف تنقلب على رئيس الوزراء، ومن ثم يعرقلون مسيرة العملية السياسية. إحنا نتحدث عن برنامج حكومي، البرامج الحكومية موجودة في كل الحكومات العراقية يعني دائما منذ عام 2006 ولحد الآن، برنامج حكومي جيد، ومحاربة الفساد، إصلاح النظام السياسي والاقتصادي، حصر سلاح بيد الدولة، كل هذه الأمور يعني جيدة جدا. لكن حتى هذا البرنامج الحكومي، ولكن منصب النائب الأول، منصب النائب هي دائما، يعني هنالك أكثر من جهة راح ترشح، لا هذه دائما أي الآليات راح تكون متبعة للاختيار؟
في كل أزمة سياسية تتفق القوى السياسية على تمرير هذه المناصب بصفقة سياسية، ومن ثم يتم تمرير رئيس نائب رئيس البرلمان بصفقة سياسية. هذه ليست المشكلة، المشكلة الحقيقية الآن أن هذه الحكومة انت مكنت قوى الإطار التنسيقي والمتحالفين معهم من تشكيلها من دون التيار الصدري، وأنا لا أتوقع أن تمضي حكومة من دون التيار الصدري بصراحة، لكن انت مكنت هذه القوى فهي هذه الحكومة ستعصب برأس يعني الإطار التنسيقي، فعلى الإطار التنسيقي هذه المرة أن يكون مختلفا. لكن يعني التحديات كبيرة، وأنا أتوقع أنه التيار الصدري في جعبته الكثير، هناك يوم الجمعة عندنا صلاة ومقربين من السيد مقتدى الصدري يتحدثون أن هناك آليات وأن خطط قد أعدت بالنسبة لجمهور التيار الصدري وللتيار الصدري على الأقل في المرحلة المقبلة، لأن التيار الصدري خرج من العملية السياسية هذه المرة وهو يعني ناقبا وناقدا وغاضبا من العملية السياسية. وحتى السيد مقتدى الصدر في تصريحاته الأخيرة لاحظنا أن هناك يعني تصريحات قوية وصريحة، ولاحظنا أيضا بالمقابل أن هناك أطراف من داخل الإطار التنسيقي يدركون خطورة بقاء التيار الصدري وسيد مقتدى الصدر خارج العملية السياسية. ولاحظنا بالأمس مبادرة للسيد أبو حسن العامري أنه يريد يعني إيصال رسالة للسيد مقتدى الصدر، وحتى بالنسبة لحقوق أيضا أنهم لا يريدون اختيار شخصية من الخط الأول وهي شخصية مستفزة جدلية للسيد مقتدى الصدر. لكن أنا أتوقع أن السيد مقتدى الصدر هذه المرة أكيد لديه يعني خطة، ونحن نراقب يعني يوم الجمعة ماذا سيحصل في يوم الجمعة. واضح جدا أن التعليمات صدرت للمتظاهرين بعدم استخدام السلاح والالتزام بالتعليمات الصلاة وعدم الخروج عن المسار، لكن هذه هي بداية ولا نعرف ما هي يعني الخطوات اللاحقة، لكن التصريحات التي تصدر من المقربين من السيد مقتدى الصدر تصريحات بصراحة يعني لا تبشر بخير، وأن هناك ربما يكون هناك أشياء أخرى ربما ستحصل. وأنا أتوقع أن الإطار التنسيقي يدرك خطورة هذه يعني المرحلة، وكنت أتمنى أن تكون هناك حكومة انتقالية على الأقل لإرضاء السيد مقتدى الصدر في هذه المرحلة، حكومة انتقالية لمدة عام أو عامين، بعدها يتم إجراء انتخابات مبكرة أخرى. والانتخابات المبكرة ليست بخطأ، يعني احنا دائما نلاحظ أن الدول اللي فيها ديمقراطيات يعني يتم دائما إجراء انتخابات مبكرة فيها في حال لم تطفي الانتخابات إلى حل الأزمات. إحنا بالعراق عندنا مشكلة أن الدستور لا يحل هذه التناقضات، ولا الانتخابات تحل هذه التناقضات، ولا القوى السياسية في مشكلة حقيقية وبحاجة إلى أن تكون هناك رعاية. وكنت أتمنى يعني أن يكون رعاية من قبل المرجعية الدينية في النجف الأشرف، خصوصا أن يعني هناك أطراف تتدخل وتجمع القوى السياسية، لأن يعني القوى السياسية الشيعية بدون رعاية أتوقع أنه تكون هناك خلافات بالتأكيد، وهذه الخلافات يعني تنعكس على المواطن. طيب دكتور مجاشع، أنا أشرت إلى أنه هنالك مدخل لترطيب الأجواء، وهنا أسأل حضرتك دكتور نسيم، لما الإطار التنسيقي ضمن اجتماع الدوري يؤكد على تشكيل لجنة تفاوض تباشر عملها للتواصل مع الأطراف السياسية، هل سيكون الإطار متواصلا مع التيار الصدري بشكل فعال؟ إن لم يكن بإشراكه في الحكومة فمن باب أنه خلق تفاهمات وتوازنات في المرحلة المقبلة بين المعارضة والموالاة. يعني بالتأكيد اليوم يعني الإطار التنسيقي، وأعتقد الكلام تفضل فيه دكتور مجاشع كلام دقيق، اليوم رأي الحاج هادي العامري وأعتقد حتى يعني حتى السيد المالكي على أنه يعني يجب أن لا يتخذوا خطوات اتجاه يعني معارضة، يعني خطوات استفزازية اتجاه السيد مقتدى الصدر. بالنتيجة الإطار التنسيقي فهم وأدرك على أنه يجب أن لا نسير بهذا الاتجاه. الأخوة في التيار الصدري لهم ثقل في الشارع وهم قطب سياسي مؤثر في العملية السياسية، انسحابهم مشكورين حقيقة. هذه النقطة تعتبر نقطة إيجابية لسماحة السيد الصدر وكل الأخوة في التيار الصدري. مسألة يعني أن يتخذ الإطار التنسيقي خطوة باتجاه استفزاز الأخوة في التيار الصدري، أعتقد هذا الأمر إطلاقا ما وارد. تعرف اليوم يعني غالبية قادة الإطار التنسيقي يقولون بالحرف الواحد على أن هنالك تحديات كبيرة تتطلب معنا على أنه يجب أن نشكل الحكومة وعلينا أن نتحمل مسؤوليتنا. أستاذ أحمد، التحديات كبيرة بحكم ما مرينا، يعني قبل فترة قريبة كان هنالك يعني تهديد العملية السياسية ككل. أنا ما أريد أقول العملية السياسية هي حالة إيجابية، لكن تعرف إحنا في حالة انهيار العملية السياسية راح نبدأ من الصفر، وبالنتيجة قد
نوصل إلى نقاط يعني نقاط يعني نتائج لا تحمد عقبها. لذلك قادة الإطار التنسيق ساروا باتجاه على أنه يجب أن نشكل حكومة وأن نسير باتجاه تشكيل الحكومة وأن نصحح المسار. أنا ما أعتقد اليوم إذا أجى رئيس وزراء وإذا أجت كابينة وزارية تمكنت وقدمت الخدمة هذا الأمر راح يزعج الأخوة في التيار الصدري إطلاقا. أعتقد اليوم وجود التيار الصدري في المعارضة الشعبية هو حالة إيجابية وأعتقد راح تنعكس حتما على الخدمة المقدمة للمواطن. هذا أعتقد فتح حالة إيجابية وأعتقد اليوم صلاة الجمعة هي كأنما هي بمثابة برلمان أو حكومة ظل لمتابعة أداء الحكومة للمرحلة القادمة. نعتقد اليوم وجود الأخوة في التيار الصدري كقطب أساسي وكمعارضة شعبية أعتقد هو الاتجاه الصحيح. مسألة الإطار التنسيق أن يتخذ خطوات تصعيدية باتجاه الأخوة بالتيار الصدري هذا أعتقد الأمر غير وارد إطلاقا. اليوم ما يميز الحكومة اللي راح تشكل وجود طرف داعم داخل مجلس النواب، بالتالي هذا الطرف الداعم راح يمرر الكثير من القوانين. تعرف اليوم حكومة بعدد كبير من داخل مجلس النواب راح يمكن رئيس مجلس الوزراء من أداء خدمته وأن يكون مدعوم بصورة مباشرة من قادة الكتل السياسية. أنا قلت لك قبل قليل التظاهرات اللي حدثت حقيقة أعطت درس لي لكل الطبقة السياسية على أنه يجب أن نقدم الخدمة. مسألة الصراع فيما بيننا ومسألة الخلافات فيما بيننا هاي خليها على طرفها وعلينا أن نسير باتجاه تقديم الخدمة للمواطن. لا سامح الله إذا تعرقلت هذه الحكومة أو ما أدت عملها بصورة صحيحة حقيقة العملية السياسية ككل مهددة بالنتيجة. اليوم الصورة اللي وضحت للإطار على أنه يجب أن نقدم أشخاص أكفاء ووجود الأخوة في التيار الصدري هو أعتقد راح يكون وإن كانوا هم معارضة فهو أعتقد هو طرف داعم لتقديم الخدمة الأفضل في المرحلة القادمة. طيب العنصر الدولي لم نغفله دكتور مجاشع في هذه الحلقة، هنا نتحدث عن شخصية رئيس الوزراء المزمع تكليفه، بالتالي المقبولية الدولية ومسارات الدولية هل تؤخذ بنظر الاعتبار وهل أن هنالك إرادة دولية للإسراع بتشكيل الحكومة وكيف ستؤثر على الداخل؟ بالتأكيد يعني العراق منذ تأسيسه يعني تأسيس الدولة العراقية القضية العراقية هي قضية دولية يعني بها إيجابيات وبها سلبيات، لكن سلبياتها أن الفاعل الخارجي اليوم مؤثر وهو عنصر فهام ومهم في تشكيل الحكومة، وشخصية رئيس الوزراء يجب أن تحظى بمقبولية إقليمية ودولية وهذا معترف، وللأسف الشديد هذه واحدة من النقاط المعيبة على العملية السياسية في العراق. دائما يعني رئيس الوزراء أو أي شخصية أو أي كتلة سياسية تريد أن يكون مرشحة لمنصب رئيس الوزراء تحاول إرسال رسائل إلى الخارج من أجل يعني مقبولية هذه الشخصية، وهذه يعني لاحظنا أنه في السنوات الماضية ربما رئيس وزراء العراق يتأخر لأن مثلا الرئيس في زمن الرئيس السوري كان غير راضي عليه. هذه واحدة من الأسباب، هذه استمرت هذه لحد هذه اللحظة، وأنا أتوقع أنه حتى بالنسبة للإطار التنسيقي حينما يختاروا شخص يجب أن يكون يعني هذا الشخص مقبولا غربيا وشرقيا، بمعنى أن الولايات المتحدة راضية وحتى يعني محور الإيراني والمحور الأمريكي راضين عليه حتى يمضي رئيس الوزراء في تشكيل حكومته، وإلا ستكون هناك يعني نتائج يعني غير مرضية بالنسبة للعراقيين. احنا نتحدث اليوم عن أموال موجودة في لدى المصرف يعني الفيدرالي الأمريكي، وهناك يعني حماية من قبل الولايات المتحدة على الأموال العراقية. أستاذ أحمد لحد هذه اللحظة هناك الآلاف من الدعاوى التي أخذت يعني الحد القطعي من هذه الدعاوى على العراق، لكن الولايات المتحدة تقف الآن بعدم تنفيذ هذه الدعاوى يعني هذه الأوامر القضائية. بالمقابل أيضا لدينا المحور الإيراني وهو محور لديه يعني نفوذ ويعني تدخل كبير في العراق أسوة بالمحور الأمريكي والمحور الخليجي، فأنا أتوقع أنه إرضاء المحور الخارجي هو مهم جدا. كنا نتمنى أن يكون الفاعل الداخلي أقوى من الفاعل الخارجي، لكن هذا الواقع نتحدث بواقعية للأسف الشديد أنه الفاعل الخارجي مهم جدا. نلاحظ أنه أغلب الشخصيات تأخذ بنظر الاعتبار يعني إرضاء الفاعل الخارجي قبل الداخلي، هذا لاحظنا أنه للأسف الشديد تراجعت يعني المستوى الخدمات مؤسساتنا تراجعت بشكل كبير، لأن القوة السياسية خلال الفترة الماضية دائما ما تضع بنظر الاعتبار المصلحة الخارجية قبل المصلحة الداخلية. فأنا أتوقع
استاذ احمد انه الفاعل الخارجي قوي جدا، وان تمكن الاطار من تشكيل حكومه فانا اتوقع انه الاطار قد اخبر هذه القوى السياسيه القوى الفاعل الخارجي بمرشحهم حتى يحظى بمقبوليه. اما ان نعود الى نفس تجربه عام 2018 حينما تم تشكيل الحكومه دون موافقه الجانب الامريكي عليه، يعني لاحظنا حجم المشاكل التي واجهت السيد رئيس الوزراء انذاك السيد عادل عبد المهدي. اشكرك شكرا جزيلا دكتور مجاشع التميمي على المحاور السياسي اثريت الحوار في هذا الملف. تفضل بقى معي الاستاذ نسيم عبد الله لنتابع في الملف الاخر بعد الفاصل. مشاهدي الاحبة، وسط انتقادات واسعة، بايدن وسيطا سعوديا للتطبيع مع اسرائيل راكضا الى تل ابيب قادما من المملكة. حياكم الله مجددا. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيكون أول رئيس يطير من إسرائيل إلى مدينة جدة بالسعودية، واعتبر أن ذلك سيكون رمزا صغيرا للعلاقات والخطوات نحو التطبيع بين إسرائيل والعالم العربي. ملفنا الثاني راح نفتح هذا الموضوع مع ضيوفنا الكرام، لكن بعد أن نشاهد تقرير الزملاء في غرفة الحصاد. أخيرا أعلن رسميا موعد زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لمنطقة الشرق الأوسط، وتقرر أن تجري في الفترة الممتدة من 13 إلى 16 من تموز الحالي، وأن تشمل إسرائيل والضفة الغربية والسعودية. وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أنها كانت ستجري في نهاية حزيران الماضي، ما يوحي بأن صعوبات عديدة اعترضت ترتيبات الاتفاق على جدولها النهائي، ما تطلب وقتا إضافيا للتغلب عليها. وتذكرنا زيارة بايدن المرتقبة للمنطقة بزيارة أخرى للسعودية كان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد أجراها في أيار عام 2017، ففي كلتا الزيارتين حرصت السعودية على دعوة عدد من قادة الدول الأخرى للقاء الرئيس الأمريكي على أراضيها. صحيح أن الدعوة إلى لقاء ترامب وجهت إلى أكثر من 40 زعيما، فيما اقتصرت الدعوة إلى لقاء بايدن المرتقب على كل من قادة مصر والعراق والأردن إلى جانب دول مجلس التعاون الخليجي، غير أن الهدف ظل واحدا في الحالتين، وهو تقديم السعودية نفسها زعيمة على العالمين العربي والإسلامي، لا مجرد دولة خليجية غنية بالنفط والمال. وفيما عدا ذلك تتباين الزيارتان في كل شيء تقريبا، في الأهداف والبرنامج وطريقة الإخراج والسياق الإقليمي والدولي. فالزيارة التي سيجريها بايدن لن تقتصر على السعودية مثل ما حدث في زيارة ترامب، وإنما ستشمل إسرائيل والضفة الغربية أيضا، وأمريكا التي تحدث ترامب باسمها عام 2017 ليست هي نفسها التي سيتحدث بايدن باسمها في تموز الحالي، فضلا عن اختلاف السياق الدولي والإقليمي بين الزيارتين اختلافا تاما. ويكفي أن نتذكر هنا أن ترامب بدا حريصا على أن تكون زيارته للسعودية أول محطة له في برنامج زياراته الخارجية عقب دخوله البيت الأبيض، لندرك الاهتمام الكبير الذي احتلته تلك الزيارة على جدول أعمال السياسة الخارجية الأمريكية وقت ذاك، مقارنة بالزيارة المقبلة التي يبدو أن بايدن سيجريها مضطرا وعلى مضض. من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة، وجد الترحاب بضيفي الكريم الدكتور نسيم عبد الله، وأرحب بضيفي الكريم الدكتور حسين سلامة المحلل السياسي، انضم معي عبر سكايب من بيروت. حياك الله دكتور سلامة. دكتور سلامة، يعني تشهد زيارة بايدن إعلان عن تطبيع السعودية لإسرائيل وفقا لهذه المتغيرات الجديدة عندما يطير بايدن من إسرائيل إلى جدة، ما الرسالة الذي يريد إيصالها؟ صوتك ما واضح عندي دكتور سلامة. أستاذ حسين تسمعني؟
أعود لحضرتك أستاذ حسين، بس خلينا أذهب إلى ضيفي الأستاذ نسيم عبد الله. ما هي مظاهر التقارب لو تحدثنا عن أن هنالك مصلحة للبلدين في التطبيع؟ يعني أقصد هنا إسرائيل ودول الخليج، يعني ترى العلاقة معها ستوفر قبول لدى الغرب في فتح أبواب جديدة، تقبل الشعوب والبرلمانات العربية لما يجري التطبيع مع إسرائيل؟ يعني حقيقة هذه يعني سابقة للدول العربية. احنا يعني جيل السبعينات، يعني كنا نتذكر بالثمانينات كان اكبر يعني خطيئة هو ان تقترب من اسرائيل، او حتى ان تندكر بالشاشات، يعني تسمى الكيان الصهيوني. مع الاسف اليوم نشوف هذا التسارع على التطبيع مع خلينا نقول الصهاينة بما دارج اليوم بالوقت الحاضر إسرائيل ما بين الدول العربية، مع الأسف مخيب للأمل. شوف احنا شاهدنا سلطنة عمان، الإمارات، المملكة العربية السعودية، أعتقد بسبب وضعها الإسلامي، بسبب مكانتها ما بين الدول الإسلامية، هي يعني تحاول أن لا تسير باتجاه يعني بالاتجاه اللي سارت فيه الإمارات. يعني تحاول أن تعطي التطبيع يعني ما بين فترات، يعني حتى تقلل من تأثيره أو وقع على من يتقبل هذه الفكرة. بالنتيجة اليوم الثقافة التي سادت أو رغبة الولايات المتحدة هو يجب أن تطبع الدول العربية مع إسرائيل. يعني حتى البيان اللي صدر من قبل كم يوم من السفارة الأمريكية اللي في بغداد ووزارة الخارجية الأمريكية على القانون اللي أصدر مجلس النواب، على قانون اللي هو بالضد من التطبيع، كان هناك توجه يعني كأنما من الخارجية على أن الخارجية الأمريكية سارة باتجاه التطبيع ما بين الدول العربية مع إسرائيل. مو فقط هذا أستاذ أحمد، اليوم حتى وسائل التواصل الاجتماعي يعني إحنا اللي نشاهدها بدت يعني اللي هي إسرائيل باللغة العربية، إسرائيل باللغة العراقية، أو الـ اليهود العراقيين، يعني بدت تنغمس على المجتمعات يعني بمعزل عن التطبيع الرسمي. يعني احنا اليوم نشاهد المواقع، صفحات الفيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي بدأت تدخل للمجتمعات العربية بصورة مباشرة حتى تمهد للتطبيع. حقيقة أكثر البلدان اللي يهتمون بمسألة التطبيع معها هو العراق. بالنتيجة اليوم تشوف الهجمة الإعلامية أو مواقع الفيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي مركزين على العراق باعتبار أن العراق حقيقة يعني لهم الشيء الكثير. بالنتيجة هناك توجه عام لدى إسرائيل والولايات المتحدة هو يجب أن تطبع مع الدول العربية بالمجمل، وبالنتيجة سوف تنتهي القضية الفلسطينية. وأعتقد هذا التوجه عام الآن سارت عليه الولايات المتحدة. لما يكون هنالك توجه عام، دكتور حسين سلامة، وجدت الحاب بحضرتك وأسأل جنابك عن التوقيت، هل التوقيت مناسب لتطبيع جديد وخارطة الطريق جديدة خصوصا بين السعودية والدولة العبرية؟ تسمعني أستاذ حسين؟ أكو مشكلة بالاتصال شباب، يا ريت تعيدون الاتصال مع دكتور حسين سلامة. يا ريت إذا صوتي يوصل لك أستاذ حسين سلامة. لا عم بسمعك. نعم، أسأل حضرتك عن التوقيت للتطبيع وزيارة بايدن إلى المنطقة وطيرانه من تل أبيب إلى جدة مباشرة. أنا هذا مهمة مرسومة سلفا، ويعرف الرئيس أيضا بأي اتجاه وماذا يفعل إسرائيل. أولا لأن إسرائيل يعني يريد أن من إسرائيل أن تتفهم الوضع في الوضع الإقليمي والوضع الدولي، وأن توقف الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الاتفاق النووي، الملف النووي الإيراني. ويريد هو حل هذه المشكلة مع إيران، أن تكون إيران دولة ذات ألف. نعم تفضل أستاذ حسين. راعي الصوت.
أسمعك جيد. عندك مشكلة بالصوت. ما عم بسمعك. أنا أسمعك، تفضل أتمم الفكرة. في تشويش كثير بالصوت. نعم نسمعك واضح، تفضل. طيب. أنا الصوت عندك واضح؟ واضح صوتك دكتور حسين، تفضل أتمم الفكرة. نعم. أيضاً يريد من المملكة العربية السعودية أن تساعد في معالجة مسألة النفط والغاز إلى أوروبا الغربية. فأوروبا ترتعد من اليوم برداً قبل أن يحل فصل الشتاء، خصوصاً أن هناك يعني شبه رسالة روسية بإقفال خط الغاز من أجل الصيانة. ويعني بعض الدول الأوروبية اقتنعت بذلك. ألو. نعم أستاذ حسين، اسمح لي خلي أذهب إلى أستاذ نسيم عبد الله. أستاذ نسيم، يعني نتحدث عن مآلات هذه القضية وجغرافيتها ونأتي إلى العراق. هل الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت تحاول جر العراق إلى محورها؟ هل هذه القمة هي جزء من محاولات إشراك العراق في هذا المخطط، قراراتها الخاصة بالمواقف السياسية والمنطقة عموما؟ بالتأكيد أستاذ أحمد، قبل كم يوم كانت هنالك مقال السيد بايدن نشرت في أحد الصحف الأمريكية، وأعتقد هو يعني أراد من هذه المقالة إيصال رسالة للمملكة العربية السعودية على أنه هنالك ملف حقوق الإنسان، أشار على أن هنالك ملفات في المملكة العربية السعودية أبرزها حقوق الإنسان، واتطرق إلى قضية مقتل خاشقجي، واستعرض قضية الانسداد السياسي في العراق ودول الشرق الأوسط، وحتى اتطرق ليبيا. بالنتيجة شوف، في هذه الرسالة اليوم يعني حتى قبل قليل سمعنا هنالك انخفاض في أسعار النفط، هنالك توقع بأن هذه المقالة هي رسالة للمملكة العربية السعودية في حالة عدم مساعدة الولايات المتحدة وأوروبا في أزمتها مع أوكرانيا، راح نتخذ موقف آخر من عندهم، اللي هو أبرز هذه المواقف هو قضية حقوق الإنسان اللي هي دائما ما تتذرع فيها الولايات المتحدة. بالنتيجة الولايات المتحدة لديها ملفات كثيرة تحاول أن تمررها للمنطقة. مسألة الانسداد السياسي اللي يطرق إلى، طبعا يطرق حتى قضية العراق، الولايات المتحدة دائما ما تحاول أن تخلي العراق إلى جانبها. واعتقد الأزمة الأخيرة في الحرب الروسية الأوكرانية أشعرت الولايات المتحدة على أن مصادر الطاقة لا زالت مهمة. تعرف حضرتك اليوم اللي يمتلك مصادر الطاقة هو اللي عنده القدرة على أن يفرض سيطرته وسياسته بالمنطقة، والدليل على ذلك روسيا اليوم بحكم ما تمتلكه من ثروة نفطية وغازية هائلة حقيقة في مصادر الطاقة، فرضت نفسها وفرضت واقع حتى على العالم ككل بحكم ما تمتلكه من ثروات، اللي هي ثروات مسألة القمح ومسألة استخدام الغاز والنفط. بالنتيجة الولايات المتحدة حقيقة شعرت على أنه لا تزال منطقة الشرق الأوسط تحظى بالأهمية، وبالنتيجة أعتقد الزيارة الأخيرة اللي راح تكون لدول الشرق الأوسط هدفها بالدرجة الأساس هو زيادة كميات النفط المصدرة حتى يقللون سعر النفط. اليوم أسعار النفط وصلت في الولايات المتحدة إلى مبالغ حقيقة كبيرة. بالنتيجة هنالك تحديات كبيرة. قبل كم يوم رئيس الوزراء البريطاني قدم استقالة بسبب فشله في إدارة الأزمة اللي داخل بلده. بالنتيجة هذه التحديات حتمت وأعطت واقع آخر بالنسبة للولايات المتحدة، وهو ضرورة إشراك دول الشرق الأوسط في أزمتها الحالية، وعلى رأس دول الشرق الأوسط هي المملكة العربية السعودية والعراق. طيب دكتور سلام، أرجع لحضرتك أستاذ حسين، نتحدث اليوم عن المتغير الاقتصادي الذي دخل في مخطط التطبيع. إلى أي مدى تنظر أو معك اليوم. معك. تسمعني دكتور؟ أسمعك ولكن خلي أختصر لك السؤال. العامل الاقتصادي في قضية التطبيع وزيارة بايدن كيف تنظر إليه؟ دكتور حسين. طيب
استاذ نسيم، خلي اجي لحضرتك. يعني لما نتحدث عن الحكومات السابقه اعلنت موقف على الحياد، لم تعلنه صراحه، بالتالي كانت بعض الحكومات قد يعني عممت الحياد، لا مع محور امريكي ولا مع محور سعودي ولا مع محور اسرائيلي، بالتالي اليوم الضغوطات تزيد شيئا فشيئا، العالم كله بدا يتحول الى خارطه طريق جديده. كيف تنظر الى هذه التحديات التي تفرض نفسها الان؟ تعرف حضرتك اليوم بحكم الموقع الجغرافي العراق، بحكم التركيبة الاجتماعية، العراق اليوم مو قضية اختيار الموقف، مو هو رأي لرئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية. اليوم اللي يفرضه حقيقة يعني الواقع الجغرافي البلد، تركيبتك الاجتماعية. نعم. وبالنتيجة هسه اليوم خلينا نقول فلنفترض اليوم رئيس وزراء عراقي، أي رئيس وزراء عراقي ما يقدر يتخذ مسألة التطبيع مع إسرائيل، أو ما يقدر يتخذ موقف صريح هو بالوقوف مع الولايات المتحدة بالضد من المحور الآخر. اليوم بحكم واقعنا العراقي حقيقة يحتم علينا ألا نسير باتجاه سياسة المحاور. سياسة المحاور احنا دفعنا ثمنها حقيقة، علينا أن نكون طرف إيجابي في المعادلة. وأعتقد يمكن الفترة الأخيرة كانت هنالك حركة من السيد الكاظمي، وأعتقد هذا الجانب الوحيد اللي هو يمكن نجح به في إدارة الفترة الحالية في رئاسة الوزراء. على العراق أن يكون طرف إيجابي في هذه المعادلة. هنالك خلافات في المنطقة ما بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. وقوف العراق بجانب الحياد وأعتقد يمكن خفف من الأزمة، يمكن خلال الفترة القادمة سوف تكون هنالك يمكن تبادل دبلوماسي فيما بين الدولتين، وبالنتيجة ينتهي هذا الاحتقان في المنطقة. اليوم الحياد للعراق هو أفضل حالة. قضية الدخول العراق في محور بالضد من المحور الآخر ما أعتقد يصب في صالح العراق. هذه حقيقة هي أفضل سياسة للمرحلة القادمة، وحتى رئيس الوزراء القادم عليه أن ينتهي سياسة الحياد، وإلا حقيقة إذا دخلنا في محور بالضد من المحاور الأخرى أعتقد راح يخلينا يعني نجر ويلات هذا القرار. بالنتيجة طيب، سياسة الحياد هي أفضل للعراق بحكم موقع جغرافي وبحكم تركيبته الاجتماعيه. مو يعني حضرتك متخصص بالعلوم السياسيه، يعني الحياد لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء، لما تكون هناك ضغوطات دوليه خصوصا على رئيس حكومه قادم لربما تكون هنالك ضغوطات في وقت معين تاتي بالعراق الى منزلقات لا يحمد عقباها ولا يريدها العراق. لا اعتقد الولايات المتحده يعني مدركه حجم يعني هذا الموقف العراقي، و يعني مدركين حقيقة الموقف العراقي. اليوم تعرف اليوم العراق بالنسبة للجمهورية الإسلامية هو خط الصد الأول، وبالنتيجة من المستحيل بأن الجمهورية الإسلامية تتخلى عن هذا الخط. أنا ما أريد أقول يعني الجمهورية الإسلامية هي مدخلة وتعتبر هذا محيطها، لا. اليوم أن يخرج العراق من إرادة النفوذ الإيراني أعتقد هذا الموضوع يعني غير وارد بالنسبة لديهم. بالنتيجة حتى الولايات المتحدة تعرف موقع العراق وتعرف أهمية العراق بالنسبة لإيران، هذا أعتقد يعني لا ضير. كل الدول اليوم عندها مناطق، ما أقول مناطق نفوذ بس هي مناطق، يعني حتى اليوم روسيا لما دخلت الأوكرانيا شنو السبب؟ السبب هو دخول أوكرانيا ضمن المحور الآخر اللي هو الطرف الاخر المناوئ لها. بالنتيجه دخلت روسيا اوكرانيا بسبب دخول اوكرانيا بحلف الناتو او ضمن المنظومه الاوروبيه. هذا اعتقد يعني هذا حال طبيعه العلاقات الدوليه فيما بين الدول. نعم. راح تغير من شكل العلاقه. اليوم اكو سباق بين تشكيل الحكومه العراقيه وبين الانتخابات الامريكيه، لو تغير الوضع الامريكي وان كانت السياسه العليا متفق عليها، ولكن تغيير الرئيس الامريكي بين الحمائم والصقور ايضا راح ياثر على موضوع التطبيع. يعني الولايات المتحده هي دوله مؤسسات، وبالنتيجه احنا يمكن شاهدنا حكومه ترامب. نعم. كان عندها توجه وعندها مشاريع على انه يجب ان يكون هنالك تطبيع فيما بين الدول العربيه واسرائيل. اليوم بايدن بالضبط نفس التوجه. نعم. بالنتيجه السياسه الخارجيه الامريكيه هي سياسه واحده. نعم. ما تختلف بحكم كون الولايات المتحده هي دوله مؤسسات وسياستها تبقى سياسة، بالتحديد سياسة الخارجية نوعا ما قد تقل. صح، لكن بالنتيجة هو التوجه واحد، هو اليوم رغبة الولايات المتحدة على أنه يجب أن يكون هناك تطبيع فيما بين إسرائيل والولايات المتحدة، وأعتقد هم سائرين بهذا الاتجاه.
طيب احنا ايضا استطلعنا اراء متابعي موقع قناه الايام الفضائيه بهذا الموضوع وسالناهم وسط الانتقادات الواسعه، هل هنالك مؤشرات للتقارب بين السعوديه واسرائيل وتبني مساله التطبيع في المستقبل؟ 85% شافوا مؤشرات واضحه و3% ما شافوا هذه المؤشرات للتقارب و12% تحفظوا على الاجابه. الاستاذ نسيم عبد الله السياسي المستقل، شكرا جزيلا لاثراتك في هذا الملف والملف اللي قبله. والدكتور حسين سلامه المحلل السياسي انضمت معي عبر سكايب من بيروت، اشكرك شكرا جزيلا واعتذر لرداءة الاتصال عبر سكايب، وناخذ حضرتك في لقاء قريب ان شاء الله نستفيد من بعض المعلومات اللي ترفدنا بها. اشكرك مره اخرى وشكري موصول لكم مشاهدي الاحبه على حسن المتابعه، في امان الله.